نقص فيتامين دال يعني أصبح من مرض العصر. أعتقد أن ما في أحد الآن موجود في السعودية ما عنده نقص فيتامين دال. أنا أيضا عندي نقص فيتامين دال وصار لي فترة أتناول هذا الفيتامين. يعني الأسباب الرئيسية في نقص الفيتامين هو عدم التعرض للشمس. بالرغم أن الشمس في الخليج أقوى شمس على وجه الأرض، لكن للأسف إحنا ما نتعرض للشمس، وحتى لو تعرضنا يكون التعرض غير صحيح. كيف غير صحيح؟ يعني المنطقة اللي نتعرض فيها للشمس غير كافية، أو وقت التعرض يكون غير صحيح لاكتساب فيتامين دال. لازم تكون المنطقة اللي تتعرض فيها للشمس بشكل مباشر تكون منطقة كبيرة جدا، مثل الذراعين، السيقان، يعني منطقة واسعة. والوقت المناسب حسب معلوماتي للتعرض للشمس هو من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا. هذا الوقت اللي تكتسب فيه عدد كبير. التعرض للشمس مدة ربع ساعة في اليوم يحميك وتكتسب فيه فيتامين دال بشكل كبير جدا. لكن أنا أقول بالمشي. ليش أقول بالمشمش؟ لأنه إحنا بصراحة دائما نبغى الشيء السهل، ناخذ الحبة هذه كل أسبوع وانتهت السالفة، بينما التعرض للشمس أفضل أكيد. عموما فيتامين دال أيضا موجود في بعض الأغذية، وأعتقد أن أكثر شيء في سمك السلمون، وهذا قليل موجود هنا ما تلاقيه. إذا أخذت الفيتامين يفترض بأنك تحلل بعد 3 شهور، وإذا كان الفيتامين عندك أوكي ممكن تاخذ حبة وقاية بشكل شهري. ما راح أتكلم عن موضوع تفاصيل تناول هذا الفيتامين، لأنه أكيد الطبيب هو اللي يحدد، وما أنصح أي أحد يأخذ بكيفه.